أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444 للهجرة بلغ 1,845,045 حاجاً، منهم 1,660,915 حاجاً قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 184,130 حاجاً من مواطنين ومقيمين. وبينت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969,694 حاجاً، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,351 حاجة. وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346,214 بنسبة 21%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1,065,317 بنسبة 63.5%، بينما بلغ عدد حجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 221,663 بنسبة 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36,521 بنسبة 2.1%. لقد بلغ عدد الحجاج لهذا العام 1,845,045 شخص حتى الآن، من أكثر من 150 دولة أدوا مناسكهم لهذا العام بيسر وسهولة، راجي من الله تعالى أن يسهل لهم إتمام شعائرهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين آمنين بإذن الله. كما يسرني أن أعلن عن نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات واكتمال وصولهم في تمام الساعة 10 صباحا، وتجاوزت نسبة الامتثال لخطة التفويج 98%. وهنا فرصة أن أتقدم بالشكر والامتنان لزملائي في وزارة الحج على جهودهم في عمل خطة التفويج وكذلك ضمان توفر الخدمات بأنواعها لضيوف الرحمن، كما تقدم بالشكر والامتنان لجميع القطاعات الحكومية الأخرى والتي يقارب عددها 40 قطاع حكومي يعملون جميعا لتقديم أفضل خدمات لحجاج بيت الله لضمان أمنهم وسلامتهم وصحتهم.